الكبة الحرارية اللي الجميع متخوف منها هتضرب 7 دول عربية، بينها أهم الدول يعني اللي هتصيبها هذه الكبة الحرارية مصر والسعودية، ونشوف مع بعض بقية الدول. أهلا وسهلا بيكو، بتمنى لو أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس ونكون أصدقاء، ولو عجبكم الفيديو رجاء الدعم باللايك، رجاء ده اللي بيرفع معانا المشاهدات ويعني مش هتخسروا أي حاجة. رجاء ما حدش يبخل باللايك. الكبة الحرارية هتوصل لعدة دول عربية، ودرجات الحرارة للأسف الشديد هتتجاوز 50 درجة. كلنا قاعدين خايفين ومرعوبين، وطبعا حتى خايفين على اللي هيروحوا الشغل، اللي هينزلوا في التوقيتات دي، ايه هي درجات الحرارة في الايام القادمة. هتكون طبعا من اصعب ما واجهنا في هذا العالم. الكبة الحرارية بتوصل عدة دول عربية، وطبعا للأسف يعني هتأثر تأثير كبير جدا جدا، وبالذات على المرضى. بيتأثر عدد من الدول العربية خلال يعني الأونة الحالية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي بظاهرة الكبة الحرارية، واللي بتتسبب في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. ويعني حسب كمان دراسات ومواقع كبيرة، الكبة الحرارية ليست مصطلح علمي قياسيا، لكنها بتوصف بفاعلية أنظمة الضغط الجوي المرتفعة القمعية اللي بتتسبب في دفع الهواء الدافئ للسطح والاحتفاظ به كمان لفترات طويلة من الزمن. ايه معنى الكبة الحرارية؟ وتحبس الكبة الحرارية للهواء عالي الضغط في مكان واحد زي غطاء القدر، يعني زي ما يكون جايبين قدرة او حلة ومغطينها. نفس هي الفكرة، هي دي الكبة الحرارية، وبتؤدي للمساحات الكبيرة من الهواء الساخن لمزيج من درجات الحرارة الشديدة، وللأسف حرائق الغابات المدمرة، وكمان ظروف الجفاف، وده طبعا بيأثر على الزراعة والمحاصيل. وبتتمثل خطورة الكبة الحرارية في ارتباطها بنمط الطقس الراكد اللي هيؤدي لظواهر مثل ارتفاع نسبة الرطوبة، يعني هي هتخلي نسبة الرطوبة ترتفع والحرارة لدرجة كبيرة جدا، مما هيقلل من قدرة الإنسان على التعامل معاها. يعني احنا شايفين الواحد حتى ما بيخرج بيجي يعني كأنه هيموت من الحر. وظاهرة الكبة الحرارية ظاهرة غريبة ويعني تعتبر جديدة، وأشارت آخر الخرائط الجوية للمراكز العالمية بأنه بيتوقع تعميق المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا تدريجيا خلال الأيام المقبلة على شبه الجزيرة العربية، وده هيسبب أو ما سيعزز من سطوة الكبة الحرارية على المنطقة، هتدخل كمان دول عربية تانية تحت نطاق تأثيرها. درجات الحرارة في مصر هتبقى لمدة أسبوع، وكمان يعني مصر هتفضل أسبوع في درجات حرارة رهيبة ممكن تتعدى 50 درجة، وبيتوقعوا أن تبقى بلاد الشام ومصر وشمال يعني الشام والأردن لبنان سوريا ومصر وشمال المملكة العربية السعودية تحت تأثير الكبة الحرارية. يعني مصر كده ستطال بيها، وطبعا هي مؤثرة علينا كمان دلوقتي، وتدخل أيضا كمان العراق والكويت تحت نطاق تأثيرها، وهيسبب ده درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة بعدة درجات مع طقس حار في أغلب المناطق.
بل وتقترب درجات الحرارة كمان زي ما قلنا من 50 درجة مئوية في بلاد عربية وفي جنوب العراق والكويت. ايه هي درجات الحرارة الايام القادمة؟ درجات الحرارة الاسبوع القادم كل من يعني المتوقعين للجو بيتوقعوا ان يشتد تأثير القبة الحرارية على انحاء واسعة من شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع تعميق المنخفض الحراري في الربع الخالي، حيث يطال ارتفاع درجات الحرارة اغلب انحاء المملكة العربية السعودية، وهيطال ارتفاع درجات الحرارة اغلب انحاء دول الخليج زي ما بنقول العراق والكويت بالاضافة لدول الشام، بالإضافة لعموم دول الخليج بما فيها كمان هتطول الإمارات وعمان. درجات الحرارة هتبقى لمدة أسبوع صعبة ومن مستحيل تحملها، ومن المتوقع أن تتصدر دول الخليج أعلى درجات حرارة على مستوى كوكب الأرض. هتتجاوز درجات الحرارة حاجز 50 درجة مئوية في أنحاء زي الكويت، شرق المملكة العربية السعودية، الأجزاء الصحراوية من الإمارات وعمان، مع طقس بيتوصف بأنه شديد الحرارة. وهتيجي الموجة الحارة دي المتوقعة الأسبوع المقبل على دول الخليج بسبب أن القبة الحرارية التي يتسبب بها المرتفع العلوي العربي الموسمي تمنع الرياح نهارا مع ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي، فتبقى حبيسة الطبقات هتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار القبة الحرارية أو تكون على شكل قبة وغطاء، وقمع استمرار التسخين الشمسي هتشعر بدرجات الحرارة الشديدة خلال ساعات النهار بالذات في المناطق اللي هي متحضرة، المدن او اللي فيها اسمنت كتير او مباني عالية واسمنتية، والطرق والمباني بتمثل كمان الكبار، يعني تبقى دي اصعب اماكن هيبقى فيها تأثير القبة الحرارية، يعني متخوفين منها وخايفين طبعا، حتى اللي عنده امراض اللي بيخرج بالنهار هي ظاهرة غريبة ومرعبة، وكلنا خايفين يعني من يعني انها حد يتعب حد يخرج، لانها ممكن اصحاب الضغط العالي اللي امراض القلب، الناس الكبار في السن، الاطفال، في ناس كتير مش هتتحملها ابدا. المفروض يعني ان في التوقيتات اللي هتحصل فيها نقلل الخروج، واللي عايز يخرج يعني للشراء او التسوق يكون بالليل هيكون افضل من الخروج نهارا. بنتمنى انها تعدي على خير ومحدش يحصل له اي مشكلة بالذات المرضى. شكرا جدا لاستماعك الجميع.